ولكن الشيء الوحيد اللي أعرفه إن اليوم آخر يوم رمضان. أنا راح أخذكم معي أول يوم كيف راح يكون وكيف يكون عندنا العيد في تركيا. قاعدة أدور النظارة التي خلقت من أجلي بس مش لاقي. جاتني عيديتي جاي متأخرة. الله الله. تخيلوا اليوم جيت الجامع لقيت بنات يتابعوني يعرفوني من صوتي. شايفين هناك اللي لابس ثوب وشماغ؟ أقسم بالله عايش الأجواء صح. يعني الجامعة كلها صايرة كده، الطلاب كلهم أجانب وأجواء العيد. طالع الحين من المستشفى، خلصت اليوم دوام فما راح أروح البيت صراحة لأنه في أشياء كثيرة ناقصتني. فقلت بما أني مرة واحدة برا البيت بروح مكان كده عندنا اسمه شارع العرب أو سوق العرب، بروح أشتري قشطة وأشياء ناقصتني. مع أن التعب ألف ولكن أبي أخلص كل شيء مرة واحدة عشان ما أضطر أطلع يوم ثاني بس عشان السوق، عرفته. فيا طالع الحين الحياة جوا المستشفى شيء وبرا المستشفى شيء ثاني حرفيا. يا الله. بس المهم قبل أركب الباص بسحب فلوس من هناك، بسحب فلوس بعدين أروح. لا لا ما عندي كاش أبدا. الشيطان قاعد يلعب في رأسي يقول إسراء ارجع البيت بلا سوق بلا بطيخ. بس وربي أحتاج أروح، إيش أسوي؟ الشارع هذا اسميه شارع اليقطينة عشان اشوف ايش كبرها، هو اساسا محل يعني جوا ما ادري يبيع عسل واشياء زي كذا. المهم وصلت السوق، الحين لازم اروح المحل باسرع شيء وارجع باسرع شيء بدون اي لف ودوران. احاول احافظ على الطاقه اللي عندي. عارفين أن المحل هذا اكتشفته في رمضان صار المنقذ بالنسبة لي، كل شيء تبونه بتلاقونه هنا. كفو حرفياً خلصت في 20 دقيقة والحين راجعة. الباص بيتأخر عبال ما يجي، ما أدري يعني المفروض أساساً يكون موجود دائماً لما أجي هنا يكون موجود بس اليوم ما في. فيعني برجع البيت على 5:30 تقريباً، الإفطار الساعة 7 فواضح إنه اليوم كمان من برا. حرفياً أنا آخر أيام كلها أكل من برا الفطور، يعني الطبخ والحركات بس كانت أول أيام، كان حماس بدايات رمضان فقط. يا أهلاً متابعين، ما أدري أقول صباح الخير ولا مساء الخير، ولكن الشيء الوحيد اللي أعرفه إن اليوم آخر يوم رمضان. من جد كيف كذا؟ إحنا تونا كنا في بداية رمضان والحين فجأة في 29 رمضان وبكرة العيد. مش قادرة استوعب حرفيا، لأن رمضان هذا ما أدري ممكن بسبب ضغط الدراسة والامتحانات اللي كانت علي حرفيا ما حسيت فيه نهائيا. ولكن على العموم الله يتقبل منا كل طاعاتنا وقيامنا في رمضان، وكل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك مقدما. لا أتوقع الفلق هذا بنزله في العيد أصلا. فكل عام وانتم بخير، عساكم من عبادة. أنا طالع الحين رايح السوق، في كم شيء ناقصني بروح أشتري بعدين أرجع البيت، بس هذه الخطة. بعدين راح أكمل لكم الفلوق لين ليلة العيد ويوم العيد وزي كذا، توقع بيكون طويل. واضح إن دخلنا بالصيف صح؟ شوف الألوان كيف حق الشجر مرة تجنن، لونها مرة يفتح النفس. علموني أنتوا كيف معكم العيد والتجهيزات أول يوم،
أنا راح أخذكم معي أول يوم كيف راح يكون وكيف يكون عندنا العيد في تركيا. يعني بس نروح صلاة العيد في المسجد اللي جوا الجامعة، أغلب الطلاب يكونوا هناك، نعايد بعض نعايد بعض، بس كلام طبعا، ما في عيدية ما في فلوس، بس نرجع البيت. هذه هي كل الفعاليات في العيد. شوف القطعة اللي زي كذا مرة أحبها، تجي باللبس مرة حلوة يعني، وصيفية كمان في هذا الشكل، هذه كمان حلوة عجبتني. شوفوا زي كذا كمان هذه، وتكون من جوا مثلا فستان أسود، تطلع مرة رهيبة. صار وقت الفطور، فأغلب الأماكن مقفلين وقاعدين يفطروا. شوفوا أغلب المحلات مقفلة، حاطين زي كذا كراسي في كل مكان في نص الشارع عشان الإفطار. صار وقت الفطور، فأغلب الأماكن مقفلين وقاعدين يفطروا. شوفوا أغلب المحلات مقفلة، حاطين زي كذا كراسي في كل مكان في نص الشارع عشان الإفطار. قاعدة أدور النظارة التي خلقت من أجلي، بس مش لاقية حرفيا، كلهم شوفوا الأشكال كيف ألبس هذا، تغطي وجهي كلها حرفيا. ما في كذا نظارة حلوة تكون يومية. يعني حرفيا في تشكيلة كبيرة أحترتش أخذ من بينهم، بس أنا أبدا ما ألبس إكسسوارات ذهبي، ما أدري ليش ما يعجبني الذهبي أبدا، فكل إكسسواراتي فضي. الحين أحتاج سلسال، حلوين لي زي كذا صح؟ الحين أحتاج سلسال وخواتم وأشياء زي كذا، يعني خلاص باقي الأشياء البسيطة اللي هي إكسسوارات. هذا حلو، شوفوا هذا. حرفيا تعبت، جيت قعدت هنا جماعة، أنا طاقتي صايرة طاقة عجوز حرفيا مو طبيعي، آخذ خطوتين أتعب، آخذ خطوتين أتعب. فالمهم شوفوا قعدت هنا في الساحة هذه، قريب السوق، حلوة صراحة. لو شايفين هناك برضو في قعدات، الناس قاعدين يفطروا، وأغلب المحلات مقفلة أصلا عشان الإفطار وزي كذا، وما في حل غير إني أنتظر هنا شوي عبال ما يفتحوا الناس يخلصوا إفطار وزي كذا، بعدين أرجع أكمل الأشياء وأرجع البيت على طول. صراحة ما توقعت الموضوع بياخذ مني كل هذا الوقت، يعني أنا طالعة من البيت 6:00 والحين 8:00، إيش دعوة يسر إيش دعوة، لو إني بتشترين السوق كله. بس الله هانت، أخذت شوز، أوريكم أشوفه، أخذت شوز وهنا ماسك ومناكير وخرابيط، يعني الأشياء البسيطة اللي كانت ناقصة. أنا من أول قاعدة أقول أشياء بسيطة أشياء بسيطة، لكن دعوة الأشياء البسيطة مش راضية تخلص، أقسم بالله. مرة متحمسة للعيد صراحة، مع إنه ما في عندنا فعاليات، ولكن يعني أجواء العيد بشكل عام والناس والفرحة ويتجهزوا للصلاة أكثر شيء يحمس صراحة. زي ما قلت لكم إحنا ما راح يكون فيه فعاليات أبداً، يعني بس بحاول أروح الصلاة الحق، قال بتكون 6:30 الصباح شيء زي كذا، فعلى الأغلب ماني نايم الليلة، يعني عبال ما أخذ شاور وأتجهز وأسوي شعري وحركات أعيش نفسي أجواء العيد، بيكون صار صباح أفكر أسوي كذا، يعني أكون مواصلة أروح للصلاة وأنام بعد الصلاة بعد ما أرجع البيت. هذه خطتي الصراحة. أنتوا قولوا لي لما ينزل الفلوق هذا بيكون أكيد عيدتوا، تقولوا لي كيف كان عيدكم، إيش سويتوا، كيف الأجواء عندكم. لا لا أبدا ماني حاسدتكم، لا لا أبدا، إيش دعوة، أنتوا بتعيدوا مع أهلكم أصلا عادي. أبغى بس أوريكم كيف زحمة المكان، أقسم بالله مو طبيعي. Thank you.
يا أهلا متابعين، رجعت البيت طبعا قبل شوي عبال ما غيرت ملابس وزي كذا، ارتحت شوي. الحين راح نبدأ فقرة الاستعدادات لنهار العيد. المهم كنت راح أقشر عندي مشكلة مع الكلمة هذه، أشقر. أوكي حواجبي أنا أستعمل هذا، جبت الحين آخر فترة يوم رحت السعودية، فأنا حرفيا قاعدة أعاني مع حواجبي كثيفة. أوكي فالصبغة ما تمسك نهائيا، دائما تتحول لكنافة. فأي أحد عنده طريقة كيف الشعر يصير شفاف اكتبوا لي تحت بالله بالتعليقات عشان أعرف. يعني ما في طريقة ما جربتها، في اللي يقولوا حطي بلسم، اللي يقولوا حطي شامبو، حرفيا حطيت كل شيء وستيل شعري يطلع أصفر. فاللي يعرف أي طريقة أفيدوني تحت بالتعليقات بالله. طبعا ما رح أشقر الحين، بنتظر سارة بتجي، هي بعد تبي تسوي، فلأن أنا رح أكون سهرانة لين الصباح، قلت لا تجي في أي وقت تبي عادي، الحين ساعة 12 أصلا، وبس بعدين ببدأ أسوي شعري. تدرون الحين الفقرة إيش؟ فقرة إني أمسك الجوال، رح أشحن جوالي فل، أوكي، ونبدأ فقرة المعايدة. عارفين اللي تمسكوا الجوال، العم، الخالة، ابن العم، ابن الخالة، الأب، الأم، الأخت، وهكذا القائمة تطول. فعارفين وراي يعني مشوار طويل، فخلوني أبدأ أخلص سريع سريع. يعني حرفيا هذه واحدة من الأشياء اللي لاحظتها في الغربة. يعني أنت يوم تكوني مع أهلك، ما المسؤولية هذه ما راح تكون عليك إنك تتصلي وتعايدي، عرفتوا كيف؟ لأنك أنت خلاص فرد من العائلة، يعني ما يحتاج إنك أنت تتصلي على العم والخالة والخالة والأخت وزي كذا، ما في. بس الحين يوم اغتربت وصرت عايشة لوحدي، أحس هذه صارت إكسترا مسؤولية، إنه في أي مناسبة لازم أدق، عرفتوا، وأسلم، وعيد مبارك ورمضان مبارك وهكذا. فقرة جميلة، ما عليكم، الأمور تحت السيطرة. طبعا كالعادة ما أتوب أبدا، متأخرة ما رح ألحق على الصلاة. يعني الحين أساسا 56 والصلاة بتبدأ 59، فالمشكلة اللي يقهر إني كنت سهران، لو إني نايمة كنت بقول معلش راحت علي نومة، بس حرفيا كنت سهرانة. بس شوفوا كل الطلاب ماشيين الحين الجامعة، فما أعرف، أول مرة أشوف هذا العدد من التكاسي داخل الجامعة. شكل الناس جايين من أماكن بعيدة ولا إيش السالفة؟ حرفيا من أول قاعدة أشوف تكاسي كثيرة قاعدة تمر، أركب واحد لأنه على الوضع هذا بوصل الجامع والناس خلصوا الصلاة. يعني وصلت أخيرا أخيرا، يا ربي ما بغينا، كان ودي أصور لكم كيف الكل قاعد يركض أشوى، مو أنا لحالي متأخرة، حرفيا الشارع كل الناس كانوا قاعدين يركضوا. فيا لحقت أخيرا، باقي دقيقة. شوفوا حركات خنزة يسوي عيديات، أنا جاي عشانها بس. حبيبي والله الله يسلمك، يعني ما قصرتي، ترى ما أمزح، أنا باخذ الثلاثة كلها. حبيبي والله، شوف شوفي إبداع خنزة، مسويت لنا أجواء العيد. حبيبي والله، الكيس كله لي صح، الله يسلمك، مرة شكرا صراحة ما قصرتي. Çok güzel. Çağlanan geldi. Reis, akid. Bu da
تبغى تطلعون؟ اوكي شوفوا انا وقفت هنا لانه في شيء لازم اشرح لكم اياه تمام. انا هنا لقيت 2 من متابعيني تمام يا عمري اقسم بالله مره لطيفين، ولكن هذا كان اول مره بالنسبه لي شيء زي كذا انه ناس يعرفوني من صوتي تمام. فيا عمري هم مستحيين وانا مستحية فالوضع كان يعني بس بالله يعني اذا كنتوا تتابعون الفلوق هذا تواصلوا معي انستغرام تمام. ترى بعد ما رحنا قعدت ادوركم حرفيا ما لقيتكم، مره ضروري احتاجكم تتواصلون معي في الانستغرام. تخيلوا اليوم جيت الجامع لقيت بنات يتابعوني يعرفوني من صوتي فبطلعهم في الفلوق اليوم. ايش اسمك؟ مروه. صفاء. مروه وصفاء صراحه تشرفت فيكم حبايبي والله. اول مره اشوف المكان حق الجامع كذا مليان، اقسم بالله أجواء رهيبة، أجواء العيد مرة يجنن، الناس كلهم كذا متجمعين يعيدون على بعض رهيب. وطبعا إحنا مضيعين بعض قاعدين ندور على سارة ما أدري وين راحت، هذا آخر شيء توصلنا له، مش عارفين نروح ناخذ فطور زي البني أوادم، قررنا بس نشرب شاي. تعالي أخذي فدان. مرة شكرا يا حنين، مرة شكرا صراحة. تعالي أخذي فدان السكر. إيش قلتي؟ تعالي أخذي فدان السكر. رومانسية. أنا مصر وبعدين جيران. أي صح إذا لا هذا عندي أيوة في أيوة نسيت. شايفين هناك اللي لابس ثوب وشماغ، أقسم بالله عايش الأجواء صح. الطلاب كلهم متجمعين هنا بعد ما خلصوا الصلاة، الأجواء جميلة ألف أقسم بالله. ما أدري أحس هذا كذا أول رمضان يكون فيه الزحمة وأشوف هذا العدد من الطلاب يعني حرفيا. وحتى بعد ما خلصنا الصلاة ما حد روح ما حد راح، يعني الجامعة يعني الجامعة كلها صايرة كذا، الطلاب كلهم أجانب وأجواء العيد. وأحلى شيء تدرون إيش اللي محسسني أجواء العيد؟ اللي لابسين ثوب الشماغ هناك طلع فيه أكثر من واحد، أقسم بالله أحييكم يعني عايشين الأجواء صح مرة رهيب. فلسه أنا ما راح أرجع البيت الحين، بقعد أتمشى كذا شوي أشوف الأجواء وكذا بعدين أرجع البيت لأنه سهرانة. أنتم مستوعبين؟ من أمس ما نمت حرفيا، من أمس ما نمت، فبقعد كذا ألفلف شوي بعدين أروح البيت وقهوتي معي. هذه غنيمتي لليوم. خلونا نشوف عيدية خنساء ورب يا إنها تفوز. أوبا في 10 في 10 استغفر الله في 10 في 10 ليرة في 10 ليرة. اوكي يا ما اقدر انا معليش عيديتي تفوز.